شكيب الزين البوبوس تاعنا اساسا الحمد لله. أعلى للشباب المحترم أكاده ونرحب بآيات بينات من الذكر الحكيم اتبوها على مسامعكم. الشيطان الرجيم صراط الذين منظمة خاصة كما تعرفون اجتماع 22 بعد اجتماع 6 والثاني العزيز للديمقراطية التشاركية. لذلك كنا أقمنا نشاط تاع المجموعات الشبابية المركزة والذي جاب 48 ولاية ودلنا فيه أكثر من 300 مجموعة شبابية مركزة على المستوى الوطني، واللي كان الهدف منه صياغة رؤية ووضع القواعد والآليات التي تجعلنا نعمل بحول الله تعالى ووطنه. ازداء تعليم السلطات العمومية الجماعة الإقليمية القاعدة من أجل تمكين ممثلي البلديات وأيضا الجمعية. سيد رئيس المجلس الأعلى أمل الثاني تأكد أنك في الولاية الصحيحة. سيد الرئيس تطلع على طريق دائما نحس بك بانسان شاب طموح قصير، من خلال المجموعات الشبابية المركزة والإجابات اللي كانت جابنا إلى آخره في كل ولاية التراب الوطني استشعرنا بأن الشباب حبيب بني مؤسسة عندها جذورها وعندها عمقها. قلت لك وهذا يتكافى وتقدر تستمر بعدي كي نروح على الدار ما تجي المؤسسه تكمل كي يجي وليدي يقول هذا المؤسسه اللي كان فيها باب قال الحمد لله تعالى راهي من سنه الى سنه تعزز مكانه الشباب في البلاد هذه وتجعل له مكانه راسخه وراسخه. كيفاش نكون حنايا بفكر شباني جديد ناضج اللي يقدم لنا نفس شبانيه جديده سماها رئيس الجمهوريه في خطاب عجبتني كلمه شبعه سماها طبقة شبابية ناضجة. وزارة الإعلام والإتصال، وزارة التربية والتعليم، كل هل المجلس الأعلى للشباب الآن في المشروع القادم يحدد الإجراءات الواضحة؟ للجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا فحياة أو ممات واعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.